أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وما زلنا بنتابع معكم تطورات الأحداث في مصر، ومنها الدعوة التي أطلقت من بعض القوى المحسوبة على التيار الإسلامي السياسي بالتظاهر يوم 28/11 غدا الجمعة. وفي هذه الوقفة الحوارية سنتدارس تاريخ هذه الجماعات، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ومن بثق عنها من جماعات أخرى، وكيف تستخدم الدين كغطاء وستار لدخول الحياة السياسية، ثم بعد ذلك إلى هذا العنف الذي نراه في الوقت الحالي. سيكون معنا في هذه الوقفة الأستاذ منير أديب، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والإرهاب الدولي. أهلا بك. نرحب بسيادتك يا أستاذ منير. أهلا بحضرتك. في بداية الأمر عايز أعرف حضرتك كيف تنظر لهذه الدعوات التي أطلقت للغد، وإيه التوقيت اللي بيمثلهم 28/11؟ يعني إشمعنى 28/11؟ أنا أظن إن السؤال ده لو عرض على من أطلق هذه الدعوة لن تجدي إجابة مطلقا، لأسباب كثيرة جدا. البعض قال يعني أن هذه الدعوة يلحقها مباشرة الحكم على الرئيس يوم السبت، يوم السبت محاكمة، هناك محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. والبعض قال أن هذا التوقيت يعني يلي مباشرة الحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة بخصوص منع ترشح بعض الشخصيات التي تنتمي إلى أحزاب لها مرجعية إسلامية. هو بالفعل كان في جلسة من محكمة الأمور المستعجلة، والمحكمة قالت إن هي غير مختصة بهذا الأمر. أنا أظن إن التوقيت ده لو ليه علاقة بمحاكمة مبارك فعليا، فالاختيار ما يبقاش في 28 نوفمبر، المفروض في الجمعة التي تليه، على اعتبار أن هذا الحكم إذ لم يعجب هؤلاء الذين أطلقوا هذه الدعوة، فتكون هناك فرصة لمحاولة إشعال الشارع المصري. الشاهد من القصة يعني هذا التوقيت تم اختياره بشكل عشوائي من قبل ما يطلق عليها الجبهة السلفية. تبنت هذه الدعوة كافة الجماعات والتنظيمات الدينية في مصر وفي خارج مصر أيضا. في حقيقة الأمر هناك جماعات قالت أننا لن نشارك، ولكنهم في حقيقة الأمر سوف يشاركون. وخليني أضرب برضو مثال، حزب النور أعلن في مؤتمر صحفي أنه مش هيشارك، بس أنا لدي معلومات أن قواعد هذا الحزب سوف تشارك، على غرار ما حدث من موقف سياسي من حزب النور لما طلعوا قالوا أن احنا مع المسار السياسي ومع خارطة الطريق، وفوجئنا أنه قواعد حزب النور أو جزء كبير منها كانوا موجودين في اعتصامي ربع العدوية والنهضة. الجماعه احنا الحقيقه فعلا يعني كان في اكتر من اتصال هاتفي قبل كده معاهم، هم اعلنوا عدم مشاركتهم على الاطلاق، بس عشان هم محدش معانا يرد من حزب النور. انا قلت ان هم طلعوا في مؤتمر صحفي. نعم. انا وضحت قلت ان هم طلعوا في مؤتمر صحفي، بس المهم المؤتمر الصحفي يعني كون انت لديك تسريبات معينه، ممكن تكون حضرتك لديك انا بدلل لحضرتك مما حدث في الماضي. حزب النور قلت بشكل واضح ومباشر كان مع خارطه الطريق، وكان مع المسار السياسي، وكان مع عزل محمد مرسي، وبالفعل كانوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن ذلك في 3 يوليو. ولكننا في المقابل فوجئنا ببعض من كان ينتمون إلى هذا الحزب كانوا موجودين في اعتصامي ربع العدوية والنهضة. ولذلك أنا بقرأ يا فندم ولا إيه؟ ولذلك أنا بقرأ لحضرتك. تقرأ إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك يعني لا توجد سيطرة كاملة بين القيادة وبين القواعد. هناك حالة من الانفراط، ولا يستطيع حزب النور السيطرة على كل أعضاء هذا الحزب أو كل من ينتمون إلى المدرسة السلفية. ده تماما، بس مش انحياز ولا حاجة يا أستاذ منير، يعني ولا يستطيع أي حزب السيطرة على كل قواعده، ولكن اللي أنا عايز أقوله الوضع مختلف شوية عند الإخوان. الإخوان بيقدروا يسيطروا، ما لذلك انا عاوز اقول لحضرتك ولا حتى الاخوان يعني هم مثلا مش هيمشوا يكتبوا في الاسامي مثلا نزلوا في المحافظه. لا، لما بيقول بديع كلمه الكل بيسمعها في اعضاء التنظيم. انا عاوز اقول لحضرتك ان التنظيمات خلينا نكون سليمي النيه مع التيارات المعتدله من هذا الاتجاه. يعني مهما كان، هو حزب النور كان احد الاحزاب المؤيده ل 30 يونيو، والمؤيده زي ما انت قلت لعزل
محمد مرسي، وكان مؤيد لخريطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو. فخلينا يعني ايه ما نكونش متجنيين شوية، مثلا لو قلنا ان هو مش هيتحكم في قواعده، خلينا مع المؤتمر الصحفي وان هو قال ان هو مش هيشارك، بالرغم من ان احنا عندنا معلومات ان جزء كبير من قواعده ممكن بس يشارك. انا عاوز اقول يعني اثباتا للحقيقة، انا اولا لا اتجنى على حزب النور، ثانيا انا ما بقولش انه حزب النور قال حاجة وهيشارك بشكل خفي، انا ما قلتش كل ده. انا كل اللي انا عملته ان انا بقول انه في جزء من القواعد ليس له علاقة بما تأخذه القيادة العامة لحزب النور، ودي حقيقة الكل يعلمها. يعني هناك من ينتمون الى المدرسة السلفية السكندرية اللي انبثق منها حزب النور، بالفعل كانوا موجودين في اعتصام 4 والنهضة، ومنهم من قتل وهو له علاقة بحزب النور. وده طبيعي ومنطقي ومتخيل، انه الحزب ما بيسيطرش على أعضائه بنسبة 100%. فأنا من واقع ما حدث في اعتصامي 4 والنهضة، ومن واقع ما أعلمه عن حزب النور، بقول إن يا جماعة هم أخذوا قرار وهم يشكرون على هذا القرار، وأظن أن نظرتهم نظرة ثاقبة، ولكن أنا بقرأ أن هناك بعض ممن ينتمون إلى هذا الحزب سوف يكونون موجودين. خلينا ناخد نقطة مهمة برضه أستاذ منير، الحقيقة الدعوات اللي خرجت بها يعني صبغة العنف أو بتنتهج العنف، كتير من المحللين بيرون أن اللي عايز يستخدم أعمال عنف مش محتاج أنه هو يقول كيف. يعني وحضرتك كنت يعني حضرتك باحث ومتخصص في الشؤون الجماعات الاسلاميه، ازاي ممكن نفسر تلك المساله؟ انا عاوز اقول لحضرتك، انت لو عايز تعمل اعمال عنف انت مش هتقول انا هعمل اعمال عنف، هتنزل تعمل اعمال عنف وخلاص. بس انا عاوز اقول لحضرتك، هو حتى الصيغه اللي اتكلم بيها هو ما بيقولكيش ان انا عاوز اعمل اعمال عنف او هعمل اعمال عنف. هو كل اللي هو عمله ان هو اطلق دعوه عبر التواصل الاجتماعي. لا يعني في شبكات كثيره عبر التواصل الاجتماعي الحقيقه، لو دخلت عليها هتلاقيهم بالضبط. هو سمى هذه الدعوة أنها انتفاضة الشباب المسلم، هو يرى أنها ليست مليونية أو مظاهرة عادية، وإنما يرى أنها سوف تكون انتفاضة. ولذلك يعني طول الوقت أنا ضد وسائل الإعلام اللي بتصور أن اليوم ده صعب جدا وغير متخيل، وبرضه ضد وسائل الإعلام اللي هي طول الوقت تقلل من الوضع وبتصوره على ان هو مثلا حاجه زي تامن نسيم. الوقع ان هو يوم دموي عادي. الوضع ايه بقى؟ يوم دموي عادي. دموي عادي. دموي عادي. يوم دموي عادي بمعنى تفسير بمعنى منذ 3 يوليو حتى هذه اللحظه كان في ايام، كانت ايام جمعه كانت تبدو صعبه، على سبيل المثال مناسبه 6 اكتوبر خرج فيها الاخوان وخرجت فيها كثير من التنظيمات، في اليوم ده تقريبا قتل قرابه 60 او 70 شخص. يعني أظن أنه كان حالة الاستنفار كانت عالية، وده ما كانش اليوم الوحيد، وكانت أجهزة الأمن أكثر من مرة توجه إنذار واضح ومباشر. وبالمناسبة اللي قتلوا دول يعني أنا مش عاوز أقول إن كانوا أبرياء أو متهمين، لكن في النهاية كان في حالة استنفار هم بيحاولوا يعودوا إليها مرة أخرى من خلال يوم بكرة. اللي يوم بكرة ده كل الجماعات والتنظيمات الدينية في مصر تقريبا، عشان حتى لا نكون مبالغين، قرروا ان هم يخرجوا. عاوز اقول لحضرتك ان كان هناك خطاب لداعش بشكل او باخر عبر المنتديات والمواقع الجهاديه تحرض على استخدام العنف، بل ظهر يخرجوا يعملوا ايه؟ يعني من معلومات يخرجوا يعملوا اعمال عنف يعني؟ انتفاضه الشباب المسلم. انتفاضه سلميه ولا انتفاضه زي ما بتقول دمويه؟ انا عاوز يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا اتفهم ان شخص او جماعه او تنظيم او حزب سياسي يطلع يعمل مظاهره او حتى يطلع يعمل مليونيه، لكن لا اتخيل ان حد يطلع يقول لي انا بعمل انتفاضه من اجل عوده الاسلام او تطبيق الشريعه الاسلاميه. اولا مسميها انتفاضه، وتطبيق الشريعه الاسلاميه فضلا عن ان هم فسروا ده، قالوا يا جماعه هذه الانتفاضه هي مقدمه لثوره سوف تكون في 25 يناير في 2015. فضلا على ان هذه الجماعات تورط منها اخرون في استخدام العنف بشكل واضح ومباشر، سواء كان عنف جنائي او عنف سياسي وسلوكي او حتى لفظي، على مدار عام ونصف منذ عزل الرئيس محمد مرسي. وبالتالي لما أفاجأ على سبيل المثال النهاردة على المواقع والمنتديات الجهادية يرسموا لي خرائط يقولوا لي فيها إزاي بتحضر المواد المتفجرة وتعمل قنبلة
بدائية من مواد بدائية جاز بتتوافر في البيت عندك، فأقدر أفهم القصة. لما أفاجأ أن الجبهة السلفية تطلق هذه الدعوة بهذه الصورة، ثم أفاجأ بأن الجماعة الأكبر والأبرز في مصر تطلق أو تصدر بيان تقول فيه نحن نسمن هذه الدعوات، وتقول في السطر الثاني أن هذه الدعوات التي يدعو أصحابها إلى عودة الهوية الإسلامية مرة أخرى إلى مصر، هذه الدعوات هي دعوات مقدرة. يعني هو أنا عاوز أقول لحضرتك، وبرضو أنا بختصر في الإجابة على هذا السؤال، وارد أن يبقى فيه خلاف سياسي، تروح أنت تحول لي الخلاف السياسي إلى خلاف عقائدي وتتهمني أن أنا ضد الإسلام وضد المشروع الإسلامي وضد الهوية الإسلامية؟ ولذلك السؤال هو مين ضد الإسلام؟ هو أنت عاوز تعمل انتفاضة الشباب المسلم؟ هو الدولة تحولت لشوية ملحدين؟ الكلام ده كانوا بيعملوه من أيام ثورة 25 يناير وتم السكوت عليه. يعني الكلام ده وحتى في الدعاية الانتخابية بتاعتهم سواء الرئاسية ولا البرلمانية استخدمت هذه الأسلحة وتم السكوت عليه. ده صحيح. احنا جايين دلوقتي نتكلم في الموضوع. لا لا لا، ما انا عاوز اقول لحضرتك، ولذلك انا برضو بفسر ده يبدو التفسير الثالث او الرابع. هو ليه يوم دموي؟ لانه في الاول وفي الاخر هو طول الوقت داخل معاك في خلاف سياسي. ايام المجلس العسكري لما كان موجود كانوا طول الوقت معذرة، طول الوقت كان بيحاول يستدعي فكرة الخلاف على الهوية، فكرة الحرب على الشريعة الإسلامية، ولذلك كان يطلع يقول لك جمعة الشريعة والشرعية، وكان بيحاول إثارة وابتزاز الشعب المصري للسير في هذا الطريق، وبالفعل قد نجحوا، وإن كان هذا النجاح هو نجاح جزئي. بعد سنة ونص تقريبا من صراعهم مع السلطة ومع الشارع ومع الشعب المصري، حاول أن يستدعي نفس الصورة بأنه هو يتكلم بنفس اللغة اللي هو فكرة المشروع الإسلامي، فكرة الهوية الإسلامية، فكرة الشريعة الإسلامية. ليه؟ لأنه متخيل أن الشعب المصري لديه حب وانتماء إلى العقيدة، ولذلك هو بيجذبه من هذا الجانب، فبدأ يستدعي فكرة الهوية. أنا أتفهم يا بس ده يبقى غباء شديد، يعني نعم. حتى هو نفسه ما قدرش لما مسك السلطة يستدعي هذه الفكرة لتطبيقها. ما هو وهو كده هيدخل في مواجهة مباشرة مع الشعب المصري، ليس بصدد الجيش والشرطة، خاصة ان كان في منذ ايام قليلة مسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية كانت شايلة شعارات لداعش، داعش الإرهابي، يعني منظمة داعش الإرهابية. طب يعني انا عايز اعرف حاجة، هذا الغباء اللي هم لسه ما زالوا ينتهجوا هيوصلهم لفين؟ هيوصلهم لطريق مسدود. بس خلينا اقول لحضرتك ان المواجهه دي لم تكن مواجهه قريبه، المواجهه دي كانت في 30 يونيو عندما اصر محمد مرسي ان هذا اليوم هو يوم عادي، عندما كتب عصام العريان تويتا قال فيها سوف يمر هذا اليوم كما مر كل الايام. هذا يعني هذا الجهل او هذا الغباء يعني ظهر عندما قال محمد مرسي أننا أرسلنا من القصر الرئاسي أشخاص لينظروا إلى الأعداد التي تواجدت في التحرير والتي تواجدت في اعتصام ربع العدوية، فقال والعهدة على من روى أن من تواجدوا في ميدان التحرير، وأنتوا أكيد من خلال الكاميرات بتاعتكم نقلتوا 50,000، وأن من تواجدوا في اعتصام ربع العدوية قارب المليون أو أكثر. عندما كان ينظر بهذه الصورة وبهذه الطريقة تعلمي أنه كان يصطدم بالشعب المصري، واصطدم مبكرا بالشعب المصري منذ أول يوم تسلم فيه السلطة. ومن ثم يعني 28 نوفمبر هو يأتي مرحلة تالية، ولعلها سوف تكون المرحلة النهائية أو قبل النهائية. عشان كده بسأل حضرتك، هم عايزين يعني يوصلوا لغاية، يعني عايزين يوصلوا لأي نفق؟ يعني هم دخلوا في نفق مظلم مش عارفين هيطلعوا منه ازاي، هم عايزين يكملوا على اي اساس؟ طب نفسر هم ليه بيعملوا دوت. انا في اعتقادي الشخصي مخاطبه الخارج، هو مش بيخاطب الشعب المصري، ان الشعب المصري اصلا يعني قال كلمته، والحقيقه يعني بنتمنى غدا ان لا يوجد احتكاك شعبي، لان الشعب المصري وصل الى الذروه من تلك الجماعات. انا كان عندي نفس التساؤل اللي موجود عند حضرتك، وقعدت مع يعني شخص له علاقه بالتنظيم وسالته بشكل واضح ومباشر هو إيه الاستراتيجية؟ فسمعت كلاما كثيرا لم أضع يدي على شيء ملموس على الإطلاق، غير أنه قال
نحن نحاول استنزاف الأجهزة الأمنية. نعم. نحن نحاول الأجهزة الأمنية بشكل أو بآخر من خلال تظاهرات صغيرة أو كبيرة متناثرة في أماكن متفرقة. طب الاستراتيجية بتاعتك طب عاوز توصل لفين؟ هو مش عارف. طب مين اللي بيحكم؟ هو مش عارف. ودي أصعب حاجة أنت ممكن تتصورها. لكن هو في نفس الوقت بيستفزوا الشعب المصري. طبعا خليني يعني أقول لحضرتك المعلومة الأخيرة التي توفرت على الأقل عندي، أنه أجريت انتخابات تنظيمية داخل الهيكل التنظيمي للإخوان بدءا من الشعب فيما يتعلق بالتنظيم والأحياء والمدن والمكاتب الإدارية، والآن حسب المعلومات المتوفرة لدي تجرى انتخابات لاختيار مكتب إرشاد جديد ومرشد جديد. المجموعات التي تم انتخابها هي مجموعات شبابية في الأساس، هؤلاء الشباب الأهوج الذي يخرج في المظاهرات الذي يبرر لنفسه ضرب أو استعمال أو استخدام المولوتوف وإلقائها على الأجهزة الأمنية. إذا كنا نحسن الظن بالإخوان أو أحسن الظن بالإخوان في وقت من الأوقات ونرى أن قيادات الإخوان كانت تتميز في وقت من الأوقات بالحكمة والحنكة، هذه القيادات الآن أصبحت يعني في السجون. الذي يقود العمل التنظيمي الآن هم مجموعة من الشباب ليس لديهم خبرة وليس لديهم دراية وليس لديهم أي معلومات. بس أكيد على علاقة بالتنظيم الدولي الإخوان أو على اتصال مباشر بالتنظيم الدولي. لا ده أنا عاوز أوصل لحضرتك أن التنظيم ساءت حالته إلى درجة كبيرة دفعت أن الشباب اللي عنده 30 و35 وأقل وأكثر من كده هو اللي بيحكم التنظيم. ولذلك حضرتك سألتيني سؤال، هو دخل نفق مسلم، هو عاوز إيه؟ هو مش عارف هو عاوز إيه. هو مش قادر يدرك أنه الشباب اللي عنده 35 أحسن من الشباب اللي عنده 60 ولا 70. يعني لا هي الفكرة يعني ليس لدي الحكمة، في غياب الرؤية في غياب الاستراتيجية. طب ليه ما أعلنش الإخوان أن هم يعني مش يعني ليه الجبهة السلفية المتصدرة الدعوة لهذه المظاهرات؟ الإخوان واخدين السكة دي بس يبدو أن هم واخدينها بشكل متدرج. الإخوان طول الوقت كانوا بيصدروا على أنهم جماعة سلمية ولكنهم انتهجوا وأخذوا طريقا في اتجاه العنف بشكل متدرج، استخدموا عنف لفظي، عنف سلوكي، عنف سياسي على مدار سنة. لما كنا نفاجئ بالرئيس يقف المعزول الرئيس محمد مرسي ويهدد ويتوعد فنفاجئ بمن هدده وتوعده يرد على الجماعة أو التنظيم فيحدث حالة استقطاب. هذا هو عنف لفظي يعني. هذا العنف اللفظي تدرج مع الإخوان إلى أن أصبح عنفا جنائيا. على سبيل المثال ما حدث في الاتحادية، خرجت مجموعة بتقول للرئيس أنت أخطأت في إصدارك الإعلان الدستوري. فنفاجأ بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مكتب الإرشاد ينعقد في يوم الأربعاء من كل أسبوع الخميس يهاجموا محيط الاتحادية ويطلعوا بيان محيط الاتحادية ويبعتوا أنصارهم يهاجموا محيط هذا الاتحادية. الشباب فنفاجأ بقتلى ومصابين. من الإخوان ولا من غير الإخوان؟ هذا هو غباء التنظيم. طب حضرتك دلوقتي حطيتنا قدام نقطة غريبة جدا. يعني ناس عاملين داعيين لمظاهرات في وقت غريب جدا وبطريقة غريبة جدا ومفيش استراتيجية. طب الله، طب ما يمكن أعداء مثلا، يمكن الصراع التحتي اللي بين الحزب الوطني القديم وهذه التنظيمات الظلمية يمكن استقطب مجموعة منهم عشان يديلهم الضربة الأخير. مين يعني اللي استقطب مين؟ يعني المجموعات دلوقتي أصلا اللي بيحللوا الانتخابات البرلمانية القادمة بيقولوا ان قواعد كبيرة من حزب الوطني ناوية تخش الانتخابات البرلمانية وقواعد كبيرة من حزب النور ناوية تخش ولكن بمسميات اخرى وباشكال اخرى. يمكن ولكن نوع من لو كانت المؤامرة يا اشرف، لو كانت المؤامرة هكذا هم كانوا هيعلنوا الجهة التانية الجهات السلفية. يعني ده سيناريو شوية مش يعني سيناريو مش محتمل، سيناريو مش محتمل كانوا هيعلنوا عنه ومفيش تخطيط. وزي ما بتقول دينا اللي عايز مثلا يفرقع قنبلة ولا يواجه ولا حاجة، ما هم بيعملوا الكلام ده كله في الظلام وبدون ما يحددوا موعد للخروج. وهم طبيعي مش سياستهم المواجهة. يعني حزب النور اللي خرج في ثورة 25 يناير يقول حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، هو دلوقتي اللي بيدعو للثورة الجديدة. بس عاوز اقول لحضرتك يعني خلينا نتصور كده الجماعات والتنظيمات اللي في مصر عددهم قد ايه. خلينا يعني سؤال تخيلي كده 100,000 200,000 300 اكتر اقل
دول يقدروا يعملوا ثورة، يقدروا يغيروا نظام؟ استحالة. ولذلك وبالخطاب الديني تاني وبنفس الأسلوب ورفع المصاحف هذه المرة، هو محتاج يستنفر قطاعات واسعة من الشعب المصري، يستنفرهم بأن هو يعمل إيه؟ يعمل مليونية فالناس تتعاطف. أيوة معاه. في مأجورين يا فندم معاهم، يعني طيب هو لو 100,000 معه مأجورين. لا بس أنا عاوز أوصل، أنا لو هستنفر حد يبقى أحط عنوان تاني، أحط عنوان الظلم، أحط عنوان يعني أحط أي حاجة غير العنوان المستهلك. أنت لو عاوز تستنفر بالمنطق والعقل سوف تستنفر بطريقة غير هذه الطريقة. أي؟ من الذي قال لك أن هناك منطق وعقل في هذه الدعوة؟ لا يوجد منطق ولا عقل خالص. ولذلك هو يستنفر بهذه الطريقة التي سوف تهوي به يعني في النار 70 خريفا، يعني كما يقولون أو كما جاء في الحديث الشريف. هو في الأول وفي الآخر هو بيخسر، لأنه هو بيواجه مين؟ أنا في اعتقادي أن 28 نوفمبر دي ليست مواجهة مع الأجهزة الأمنية خالص، هي مواجهة مع الشعب. نعم نعم. يعني أنت جاي تقول لي انتفاضة الشباب المسلم، هو أنا إيه؟ بس هي الدولة إيه؟ إيه هوية الدولة؟ وضد مين؟ يعني انت بتزايد على الازهر على او هقول لحضرتك الدولة. حاجه ممكن تكون الصوره يعني ليست، احنا لسه ما شفناهاش بس نتمنى طبعا سلامه الشعب المصري. ممكن تكون الصوره ان يبتدوا يعملوا اعمال، بعض اعمال العنف، بعض الكاميرات طبعا من القنوات الماجوره تقوم بتصوير هذا المشهد لنقله للخارج. ايه راي حضرتك في هذا السيناريو؟ يعني هو ده سيناريو اتقال وده وارد، وهم قالوا ان هم يفعلوا المصاحف. هذا امر يثير ايضا علامات استفهام كثيره. نعم. والموقف ليس من المصحف، يعني هذا المصحف قبل ان ارفعه بيدي اضعه في قلبي بريء منهم. صح. قبل ان اتلفظ، قبل ان ارفع هذا المصحف لابد ان اتلفظ به وان اعمل بما جاء فيه. ولذلك هو عنده ازمه، هو رافع المصاحف في وجه من ترفع المصاحف. نعم. يعني هل أنت تشابه أو تتشابه مع من رفع هذه المصاعف على سنة الرماح فجأة ترفعها على فوهة البنادق؟ لا، في أزمة حقيقية. هو زي ما بتقول حضرتك الوضع غير مفهوم والدعوة غير مفهومة في وقت غير مفهوم. هنشوف بكرة. نتمنى اليوم يعدي على خير. الشعب المصري بأكمله. أستاذ منير ديب الباحث ومتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والإرهاب الدولي، شكرا يا فندم. شكرا على تشريفك معنا في هذا. شكرا لك أستاذ منير، شكرا موصول لكم مشاهدينا. تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، غدا حلقة جديدة، فريق عمل جديد، موضوعات جديدة، ضيوف جدد. يا رب احمي مصر والمصريين وهذه الدعوة نطلقها. بعد قليل ألقاكم في خدمات إخبارية، كونوا معنا وإلى اللقاء. كونوا معنا.